فعلى المربين في هذا الصدد أن ينشئوا الشباب نشأة سليمة متوازنة حتى يقترن عنده الحماس بالوعي إن فهمهم للتربية وأساليبها ربما أصبح غير ملائم لما يتطلبه العصر. ذلك ما يملي عليهم في نظري واجبين أكيدين. عليهم أولاً أن يقوموا بدورهم المحتوم في تربية الروح الثورية المركزة في طبيعة الشباب، تربية أصيلة تحفظ تلك الطاقة الطبيعية الخصبة من الإهمال والضياع ولا تتركها تصرف في غير وجه الصالح، لأنها إذا لم تصرف إلى الخير صرفت إلى الشر، وإذا لم يتحكم فيها العقل ولم تحدها المبادئ الأخلاقية والقيم الروحية لعبت بها الأهواء واحتكرتها النفس الأمارة بالسوء. شامل انا نحكي انا صاحبتي يعملك اجي اختفى في 400 هاو الو وينك وحاي سوا لو فيه رجع لي 400 هاي شت رد عليك خلي عندك انا ماشي حبيبي Bonjour. Ça va? Ça va? Mahalouk Belazer. Merci. Hello. Hello. Ça va? Ça va. Minkum. Ça va. عم صالح. ربي مفتاح كهرباء عندك بدل لها بلاصتها من بعد. تهنى تهنى تهنى. هيدي ميك اب نتاعي. تفضل. اسمع قال مش دبلنا البروف اي ذاك شو جيت تسمح كي توا انا راه على طلبا حسيلو البروف ما كنت ما شاء يسوي السماوات ويرعيها يترك السواعي
نور رفت المات الجديده نتاعكم؟ اي ما جيت مؤخر مدام لازمك بيه باش تدخل. دونك في بالكم اللي البروف دو مات ما عادش باش يجي قريكم بور دي ريزون دو سانتي. باش نكمل انا معاكم العام ان شاء الله. جو مو بريزونت نور مختار. ان شاء الله عادي مع بعضنا اون اني سكولير باهيه. Vous avez des questions, تعرفوا على بعضنا؟ عندك انستغرام فيسبوك اي حاجه انا مدام فازي ستاش تعرف على اسمك اسمي ايدي اما نجم تعيط لي ايدي بي ايدي قول لي شو الكيستيون تاعك معرسه نو ما تقوليش مخطوبه ترى بابا تفيديها ترى في خاتم مش لازم مخطوبة تلبس خاتم يسر هزبين الفاز انت ديما تنبر علينا هوني تفهم في كل شيء تبارك الله بيان سور طبعني سو غاستا تتعلم مني برش حاجة شيري اوكي باش كون عنده سؤال اخر انا مدام بازي مدام لبستك ياسر محليها منين شريتها زغا كوليكسيون عامليو تي تونس كاملة لبسها منها من نقص الحس؟ ليش نقص الحس؟ أما نقص الحس؟ Oh!
لقاك في البروفا جديد؟ ياسر ظهرت الكونسي هيك كونسي انت محلاها تفتق هنا عجبت هنا ما عجبتنيش هذيك علي مش تجي تودع بابي نورما وين المشكلة؟ حلوينة ما منا شيب ومنا ضحك عليه تعرف كما جيتش أكبر مني بشوية نخرج معها فاسيل أكبر منك برشا من شوي زيد برافتك سابا با ما تصوريش الدو ماما والله سخفتني نخزلها يديها ترعش مسكينة هنا نقول شهر كان طارت من بعد هاي قداش حط اختار هاي 10,000 شهر هنا نقول 2 weeks 5 كما قالت البيب 2 weeks تزيوا معنا خليونا نقراو معاكم نحب ننجح خليو في العام ونتعدي ممكن نحبو ننجح من خلال هي ما فيها بيه شوية تحفي الجو شخص صاحبي نوع قلت مبروك ليه تعملنا بروجرام الليلة هي ما وكما تفهمنا الكرة عندك يس I'm so excited عيشيت يا رحمة هي تواضع شوية وقت بحثينا ميسيلش وانت كل ساعة كروز تخبر اللي عندها بوي فريند لي كيف ما حاجه لي قتل انا ما تخبيش عليا حتى انا ما تخبيش عليا انا حاسه لي ميت جبده روحها انت تعرفها مقربعه بي انا ماشي البيفيت توصيو على حاجه شد جيب لي زوز لايت وهاتي زيك ما شربت يزي ما مستك مش تهبطها بي بالله عليك تقرهوني؟ اش قلت لي؟ تقرهوني؟ حسب رايك مناظر قلبه مش منك من المشبك اللي لبسته ما مصدق عساس لمسؤول هاوك العساس غاتس هكا عنده الحق مالي صح عليك مش مجاي بكون جي نطلع عليك ونو شاطرك هاكا مش يطبع في الكورة وجي برا برا باكل برا نوح جيني لحظة ماما صفا جوك بي ماما بوزي وش حشتك طرف بو 10 وفلس شنو ما هذا ما ناقصين اذا كشفوك ما خلطش على باس بيح باش ناخذ من عنده واحد يعمل بزنس مع المفرخ وين تتهنى عاد انا كليون صحيح باه وده تكمل اللي بقي وماذا بيك المره الجايه دخلت على باباتك اي هيك كم يا هيك بقى حفيه جاب ربي سلعه ما بنوا البلوش اللي بيوع ماشي يا وكلا عينيك قول عاد مش قاعد نخدم على روحي يعني نشوف ما عادش تبيع بالعشرة عاش ولدي تحرق روحك والكريدي ليه فهمنا؟ ايه ليه اهلا بتحفو اهلا صفا صفا شو هالجو؟ صفا مرضتني واحدة منظر بكري حابين نسأل عليكم عطتني طول حجرة درعت لي خواطري ليه كيكة تهنى كثر ربي كل مناظر في الليسي هاني نشوف تبارك الله امشي جبت لنا ليه ليه تعديوا لي مبارد هاتيكم سلعة جديدة ومتحاسبوا في القديم نجموش تعديوا مش مشكل نجيكم مين بيه انتو نكلمك اخولك احنا وين صحيتك باي برا قراوا على رواحكم
جونت مبيعين. صافا الكور نتاعك لول؟ صافا سامبا تلمبا ما حشيش بيهم يكونوا سامبا إذا بيا يقراو على رواحهم. أي بيان سور خلينا نمشي سال دي بروف. استنى ماذا بيك تكون محترمة في لبستك ماك تعرف هذه مؤسسة تربوية. أي في بالي اما شبيها لبستي لاني لبسها عريان لا اوزي. اي ملاهي بروحك بزيد شويه ما فهمش علاش ياسر مكياج ماكش ماشي العرس زيد التلفزه مش ناقصين حلين عينين. تهنا نعرف بالقدامي ليميت بون جورني مدام. انت جديده؟ انا جديده مجدي بروف فيزيك. انشانتي نور بروف دو مات. تشرفوا مبروك هك سلكتها ما بعرفوكش البعيد جابوك هوني. وي نهار الاول صعيب نعرف. الله ما تخممش برشا طب الوقت سياسو بيك ان شاء الله. تحب قهوة؟ باهي. برا جيبو انت ما نجمش انا نكمل الست. علي حتى انا ندب على سعدي. تعرفش كيفاه؟ خليه ينبت غادي، لو باهي. يعجبكش؟ تقول صغاري وحدي انا ما جابهمش معايا. ما عارفة انت. لا. رد بالك تعملها العمل. كان الهم والمشاكل في جرته هالعرس. مشاكل، مش خليك مزيت ناوي على الرابعة انت. نعمل عرقه بأخضر. مدام بوشوش ناديتي لي؟ اي شد صالح هذو ما خلصهم لي في البوسطة تو. لا تو ما نجمش مدير لهنا كان حبيت يخلي غدو بقدرة ربي الصباح تلقيهم مريقلي. باهي المهم ما تنسانيش يا صالح لجوا يقصوا علي الضوء. لا لا تهني تهني خذ باقي خليه عندك. الله يرحم والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي نومين بروف العربي كاش عقدها مزايدة. اسمعني كي اللي مدعي شري قاري فيها ليسي علي شواطر مسيبة يا بنتي ما مش تلامذة. انا عاملو فيا شايحولي الريق بتاعي في الاول يزمك تبدا صعيبة معاه. يا اخي شبيك تفجع فيها بالعكس ليسي هذايا خرج برشا نوابغ كيما فما تلامذة هايجين فما زادة تلامذة يحبوا يقراو على رواحهم وعقلين. مرد بالك تتحل معاه رمي خرطوا عليك تقولي ما عادش عندك كلمه.
اللي يشوش ولا يتقبح ولا يعمل عامله ابعثوا الاداره ديريكت. ايه قد ما يتعاقبوا مشوا لي يخافوا منك. اسمع كلامي، شكون عملها؟ شبيك يا مدام على شنو تحكي؟ انت يمكن انت هادية؟ اي انا هادية، ما كيما قلت لك نش بعيط لي هادية. يروح يا اطلع. شكون عمل هكا في الكهرباء؟ شكون فاش العجالي؟ ما نعرفش. شنو ما تعرفش؟ رغم الموت العساس هنا خدمتك هذه. يا مدام مانيش عساس تاع باركينغ، نشاد الباب بواب، يعجنيش نفضها مع التلامذة، شنو اللي ناس على الكراهب؟ وين نقول لك واحد من التلامذة هذوما اللي عمل العاملة؟ لا أبدا، تلقى عجاليك مفشوش وماكش فايقة بالها. صليح يا معلم، قوتك على حسين. اضرب عندك. سي لا سعد لا سعد، برها شبنت الكلاسيك. تفضل مدام، نجم نعاونوك في حاجه؟ اي لقيت كرهب تاع جيلها مفشوشين. اي ونفخهم لازم العجال. في بالي انا نحكي معاك على خاطر العمل اللي عامله هذه واحد بتلامذه، جيت نحكي معاهم لو يضحكوا عليا جدوا عليا بدم البارد. شو نعمل انا توا؟ شو القايم هوني بالطبيعة، وانا نمشي نحكي للمديره. فاش قام المديره؟ وينهم ولاد الحرام؟ البر شنو هي الحكايه هذه؟ شكون تتبع الكهرباء وفاش العجالي؟ انا عجالي لسعد. ما حكايه سي لسعد باهي قال يقولوا بروحه راجل يقوم يقول انا عملتها. سي لسعد شنو هي؟ شبيك سي لسعد تحكي معنا هك؟ شنو هي مش عاجبك؟ سكتوا. نوح ليه؟ خاطي هو هاي تعرفوش كيفاش الناس كل معايا اللي دار هاي تو بس يجي انا شاي سي لسعد رامي. أنا فشيتهم العجالي خطيهم أصحابي. أنت فشيتهم صحيتك سي الشباب، فرحان بروحك. ويلكم تو فلوجة، قدام اللي دارة تنوريها لك الفلوجة. يلا هذاك أبوه. فرحان بروحك قايم تعمل في المشاكل مع الأستاذة؟ هل فمك كلف فيك؟ شفمك؟
هذا في عود تستعمله في حاجة تنفعك. قايمة تكتك وتكمبز الأستاذة باش تفشل عجلي كربتها باش سيادتك تكشخ انت والمفرخ اللي معاك. هكت وشخت ياك ضربت رفض دوسيك مسخ في الإدارة وزيد تكمل تحمو. ورفت هذا قداش من نهار؟ احمد ربي خذا نهارك هاو العملة متاعه متاع 15 يوم أستاذة راي أستاذة. هي بالك شي دراش عملت له برا عملت له أستاذة راي تعبت علي بالمصبت كان لزم فمه ما يحلوش. هكا نعرف أنا هكا قراونا ربيونا ربي وكش تطلع بوليس. شو تعمل؟ كان لسه ما ربيكش أنا ربيك. عندك الحق سامحني.
Salut. نال. ضربك؟ حكاية فارغة. جيت نحجم ضربت روحي بالرزوار. كلهم بروفة جديدة. قديم ما حملتهاش. اللي اللوخت كون با بوسيبل. من هاللور تحب تكعبر هنا تنقلك فيها. ما تدخلش روحك. تو نتصرف. اي تعدى النهار بالكدا. اي حبوني على الاخر. باهي عندي شويه حاجات باش نعملها وتو نكلمك من بعد. اوكي باهي. نحيتش عليا التلفزة وادخل اقرا الداخل. فيسا خليني. شبيك بتيت؟ كنت في السهرة. واو مش قلت ما عادش عينك في شتيحة؟ رجعت؟ ليه ما رجعتش؟ خير برا بدل حوايجك ما انت مسخنت العشاء. ما عينيش كليت ساندويتش باش نطلع نقعد شوية في السهرة. يرزيكم فيها ماكلة الشارع. سمعتش الكلام انت؟ قوم. جاني في سحل باخر اللي تعركت مع نوح وضربني. بيه بيه أنا جاي. Happy birthday, Abu!
مرسي. كيفك لي أنا حبك؟ حتى أنا حبك. وينا؟ استنيوني عاد. إجا نعمل ستوري. Hello with my besties. ما حلاها. طمنيني. أيوة. هاني جاية. نوح. نزي حبيبي. نزي ما تخمم إجا نعمل دور. بدي اروح. ليه؟ رحمة مخبي عليها حاجة. فما مشاكل في داركم؟ ليه يا جملة؟ جست حابة نقرا لروحي وكا. صحيح. حتى انا وليت خايفة على الاخر. انت أكثر واحدة قرية في الياسي وخايفة؟ اسمعني، انت فاهمون ولا نراجعوا مع بعضنا؟ هاكا مرة في دارك ومرة في دار. اش قولك؟ باهي. هاي جيجي. اش فاهمك؟ هاي. وازي. أهلا باب. توكم شنو بعث لك خوك؟ يا أخي ما بردتش عندك أكثر من ساعة في الصحة؟ كلمتني مرة مشيت لها البارك. صحابي عملوا لي سيربريز لعيد ميلادي. هاي يعطيهم الصحة. صار هو اليوم.
بنتك انا باش ننسى لك عيد ميلادك ايام في خنفق. واحد اثنين ثلاثة. عايش بنتي. عايشك بابا. شكرا كل عامك يا حياتي. يا رب ان شاء الله تكبر وراك فرحانة وعروسة زينة. امين. نعملوا سيلفي؟ نعملوا بابا نعم. طب احنا عاملين دي الكل على خاطرها وهي تمشي وتخلينا فين طلبتهم ما تجاوبش يا اخي والمشكلة انا عاملين جاب وانت يا مور كان قلقت شد جاب اخي سافا با انت انا اي حاجه تضر لي بدني ما نعمل هيك انا جد عليك مش مدلك مش قاعده تفرج شو بدك فيش نعمل هيدا يزمك الو كيف طيب لك هذا وصلت هيا يعني شوف فيك ادخلوا بس عليك طبعا هاي مشي مشي شد حسابي وحساب نوم سيبينه هاو لك قديه تحسبوا علي بعدك شوية ثقة لا أما قريت أنا مع الفلوس حتى روحي ما عندي شوية ثقة هي جقر بقر وكنت شونه بس تحب كيس كيس شنو ما عندك الحق مقصد تحب قبلي تسكر في مانيش قدم العبيد يا فارغ هذه انا وما عملتيش نرمال انا عملت اريد صغر محلي صحيتك هاي شي وين هاي معنا بركة بدل جو برا يا ولدي مانيش أنا جوي صاري تسعة كاليبسو يوكا توكي تكبر شوية ونهزك إيه؟ إيه ميسير إيش أحسب روحك في اليوكا وزيدها كل شيء موجود ولا تعرفش كيفيش برا تنبز معك دورة برا هاي؟ عسلمة عسلمة سيش تعطيني جو؟ بيان سي تفضل اختي معيشك تحلى عينيك ستار سامح انت مره اخرى مانيش بالعين لحظة وجيت
فيق 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 أمل شبيه أمل أمل بكلم فيك شبيك يا أمل لازم نعمل طب كلم الأمبيلونس سيد لهني ما عادك ما تكلم علاش خذيتك ستاء امبوسيبل أمل نعرفها لا تشرب لا تكيف لا تكونسومي أنا حطيتها في الكيس يا أخي بلت علاش تعمل هكا تحسك تو مش وقتك لازم نهز الطفلة من هوني لتموت كيفاش الفردوز مش بالكونتي ديك هاو تنجم تسير الواحد اول مره سورتو كي يبدا بدنه مش مستانس هو في بالك كدير هي ماهيش مستانس سالك زعما ان شاء الله ما يستني من البر فرحان بروحك هادي عامله تعملها توا لو كان تموت استوفا سافا سافا فقت سلك المناعة اي اسمعني تحكي ليش عليك سام في بليش بيهي انا باش اقول رد بالك تعمل من صاحبك انا من دوك تعملها كماكش صاحبي برص امك ليه هيتي وكان بسيط بسيط معايا راك علاش مدخلني انا شو مدخلك شكون اقوى كليون عندي؟ شكون يبيع لي في سلعتي؟ تهدد فيا معناها؟ ياك انت تعب على الخنان والمشاكل. الخنان انت عملته مش انا. حبيت نرجع لها فازتها متاع الصبيح انا. نعرف عليها باش زفرت من كعبه. خلصني ومن بعد برمشي وفضوا مشاكلكم بعيد. شويه انت مصفى مزروع. هيا كدير. هدي. سيسرا. شو صاري؟ انت كيفاش تحس في روحك لاباس؟ ايه لاباس راه شوي شو صار باش شفتوني لهنا؟ حكاية فارغة دخت انا صاحبتي لاباس تقاك ليت حاجة سببا فما شي يخوف امل شبيك؟ هاي نمشي هاي نوصلكم هاي دكتور بارك الله فيك عايشك تعمل مش قاعد تشوف فيها نلعب وين كنت في عيد ميلاد طفلة صاحبتي نحكي معك اخزر لي وتلاقي بيا علاش تحبني نخزر لك خاطر هذاك اسمه تربية ولا قول انت منين ليك عندك الحق زايد الحديث مع واحد قبيح تحب تعرف علاش ما نغزرلكش كي تبدا تحكي معايا صار ثم سبب اخر بخلاف قلة التربية
الوجه هذا كل ما نغزر له نتفكر روحي عمري 5 أو 6 سنين وانت تعطيني بالكف. كل ما نجيني شكلت من حاجة تصرفكني. قول لك بابا كورتي ضاعت صرفاك. بابا صاحبي ضربني بحاجة ردمغني صرفاك. تفكر وقتاش قلت لي طبيعة ما تفكرش. قلت لي خي حاسب روحك راجل مروح للدار تبكي ومدموخ. وقتها فهمت حاجتي. شنو اللي فهمت؟ فهمت اللي باش نولي راجل لازم نولي كيفك نضرب نسب نتعدى على الناس الكل ما يهمني في حد. هكا نولي راجل بالطبيعة. شنو هي الحاجة الثانية اللي فهمتها؟ فهمت اللي أنا يتيم ما عنديش بو ما عايش مع بوليس. ربيت هالدار هذي أنا نشوف فيها مركز مش دار. وانتي بحاف دخل خارج بالفرد. قد ما عملت على خاطرك. عملت على خاطري؟ شنو اللي عملت على خاطري؟ هاي تفكرت عندك الحق. عملت حاجة قوية ياسر. قتلت فيها كل حاجة به. خليت نحس روحي اللي أنا واحد من الجرائم اللي تحاصر فيها بكل يوم. تدخل الدار حاط يدك على الفرد تهز راسك هكا الفوق وتهزني وتحطني بعينيك وتقولي اش عامل في القراية. فحط ما تقعد بجنبي ويدك تحطها على كتفي. اما لا كيما تقول امي بوك كاسح ايش من نجم تقولي لي بوك قلبه ميت وما يهب كان روحه. قام على روحي على أمي وعلى الناس اللي دايرين بيها الكل. دي كل ما أشوفهم خايفين منك ولا عاملين لك قدر تتنكرهم. صحيتك يا رجال يا متربي. مانيش متربي ما ربيني حد. انتي ما ربيتنيش وامي ما ربيتنيش. أنا ربيت روحي وحدي. أنت مقعد كانت صرفك وتوا وليت تجبد علي في فرد تحب تقتلني. وأمي مقعد تقول كان بك يحبك. تو كي تكبر وتعمل عقل تعرف هذا اللي عملته كل في مصلحتك. أنت زادت توجي نهار وتعرف اللي عملته الكل له في مصلحتك كله في مصلحتي. تهدد فيا أنا اللي وطي لي راسي مطير له راسه حتى كان ولدي. نعرف ملكي تعرف ريد وعمل عقلك وعرف كيفاش تحكي مع أبوك. حاضر سيدي. سامحني كنت تعبت كل يوم. بتعب لحد شوي.
نطلع معاك نوصلك. ليه دي مرسي. هاي بون نوي. صباح الخير. مرس عليك يا دوب ما بعتنيش. والله نادم. كانيش عملت العمل. في بالي تفادليك يعني. حبيت ارجع لفصل الحجر اللي عملتالي. في بالي شباب شو الضر. علاش في بالك؟ زيادة هدول شو نقضيها لحبيك ليلة كاملة؟ نجوزوه الموضوع. مات علي بكري. وقتش تكمل اليوم؟ ستة. ربي نشحك بنيتي. تنيني جاتو عيد ميلادك كنت جوع في نيسي كله. ما عايشك بالله لبنتي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير ادون. باي باب. باي. استحفظ على روحك. تو قمت. مزرف. ادواتك حاضرينه؟ قوم قوم. اوه واش بقى نزلين واخو رفت ما نسيتش يا سي الشباب. قوم اجي معايا فماشي ما تتعلم حاجة تصلح خير من اللي ريقت. هيا باهي. بخير يا سيريك العادة ايه تزوز ليه انا ديريك فرزت صغير تشرب قهوة بالحليب وين ماشي ماشي توليت استنى شد اش تعمل ما تكيفش يعني لا تتكيف وهذاك علاش ماشي للتواليت تحب تعقب علي انا اش تحب تعمل تحبني نقول لك اي باش تحسني تظلمني قدام الناس لا حبك تعمل حاجه تعملها قدامي مش في ظهري معيش ولدي سايب عليك كل مضرب شد حدك حد الدخان كاش نحقك بيه سيجار هنمشيو
ربي يعينك. نست كبير رجال. عايشك. واخي بونجور يا اخي شبيكم امبارح في الليل كلمتها ما لقات لي ديخت وهزيتوها للطبيب هي كي قالت لك علاش اتصل فيا شبيك نرفز انت ناقص نو وين هي ما مازالت ما جاتش ما نعرفش هي جات البومة شكون البوم بروف جديده هاي نفخت العجل كي نفخت فيا فيها خير هاني جاية تعمل هنا يا عصبي صباح الخير هيك جي نطلع الطفل قول جي تحب الجس تزي عاد هيلي دا وشو نقول لك الكوفية برشا الحكاية يعني قلت لك زلطت ومستعب مش تمني نعمل أكثر من هيك وين هاي نعرفش ما شفتيش بافي شحوالك صافا يا اخي انت تعملوني في الليسي انا في العاده نجي نطلع على هيدي ونوع ما تعرف صحابي انا اليوم جيت على خاطرك انت انا علي الحقيقة ما قعدتش البارح قعدت نتشخشب عليك قعدت قمت الصباح قلت اول حاجه نعملها نجي نطلع عليك ميرسي يا عشق صافا لاباس ومره اخرى ميرسي على وقفتك معي انت وهيدي بالطبيعه تعرف حشمه مش نورمال علاش مش تحشم مره ثالثة المهم انت ما عادش متقلقه وفي فور هكا ولا ليه سافا تعمل لي صار لي ياسر بيزار اول مره نتقلق هكا بون عملت تحليل وان شاء الله ما يطلع عندي شيء تحليل شنو تحليل دم فاش قام ريت كيفين ما باش هادو ساي خايفين عليا حسي لو خلينا نمشي انا معش عليا بكري هاي باي حطه ما قلت ليش اسمك كادير وانا امل هاي باي امل عسلامة هاكوني صافا صباح كيما صباح سمينك بلا سهريه البارحه ما نجاو كامل خالش ما قلتليش انا نروح رانا جينا معاكم للطبيب انا ماني فايقه بشي وقتها حيتو كادير هزوني كادير مش صاحبكم تعرفوا وي صاحب الوليد محلي قد جونتي ما اول مريتو ما حملتوش اديمو صاحب نوح اديمو جونتي يخي ويني رحمة ولا ما نعرف ما ديتيش صباح
وحيد. كل يوم شوية الأقرامات. طمي على الأقل في البروغرام اللي فات. أبرار خالدي. بريزون. إدم الحلياني. بريزون. أمل عبد الهادي. حاضرة. أمين بالخير. حاضر. حمزة عيدودي. حاضر. درة مغيربي. بريزونت. جسر الجلجالي. جلجلي. رحمة تركي. حاضرة. رحمة معشة. بريزونت. سندة سالم. بريزونت. شاهد حزاوي. بريزونت. مرام عبد النور. بريزونت. نوح عبد المولى. ما كانت تورفت ولا نسيت؟ شوفوا زيد ندخلوا في حرب مع بعضنا خاطر ظهر شكون اللي باش يخسر. انتوما اي انتوما كنكم عليا انا قريت وتخرجت وليت نخدمه بشهريتي. اما انتم لتولا عملتوا حتى شيء في حياتكم. وكان باش تكملوا هكا كل يوم شي طرد منكم واحد. وهكا ما تكملوش الكور وتلقاو روحكم تعودوا في العام. والله دوماج. انا في بالي ناس ذكيين يمشيوا يقدموا مش يمشيوا يرجعوا بالتوالي ولا يقعدوا فرد بلاصه. إذا كان في بالكم باللي تعملوا فيه هذايا باش تكرهوني في روحي ولا تكعبروا هالي باش أنا نفد ونهز روحي ونمشي قلكم صايب عليكم. زيد ريم نحب منكم كان حاجة واحدة كهو تقراوا على رباحكم وتنجحوا. علاش لين وليو صحاب منش عدوتكم رنين. صباح الخير. صباح الخير سي شكري. اش عندنا اليوم؟ سيد طه القلويت جاتنا معلومه صحيحه عليه. عنده سلعه وتو هو في داره. بيحضر الاولاد وهي نمشيو. حاضر. اقعد هنا ما تحركش من الكرب. شيء كل شيء 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 طلبتها تليفونها مسكر. وي شبيك مرشتي بالليزابيل ما فهمتكش. باهي 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 علق. عملي خي لاباس كادير قال لي مشيت تعمل تحليل. اي سي عملته. تحليل شنو؟ تحليل دم. قلت نبعثهم لكم بعد. خرج لك على الضغط؟ وي نورمالمون. باهي وقتاش يحصل؟ تحليل؟ اه غدوة. وانت باش تمشي تهزو؟ وي شتو باش باه. لا برا انت خير. شبيك يا خاليش؟ لا اما انا باش نعمل تحليل نحب نعمل بيلون.
كم سنة نبدأ مع بعضنا؟ ما نحبش نبدأ وحدي، خاف من زريرك. سيريو تخاف من زريرك كي صغار؟ مالا كان جيت عن بوتوكس كيفاش تعمل؟ تصوري دي زرق بوتوكس نورمال، توا رجال يزرقوا كي نسيو ولا حتى أكثر. إيش قالوا؟ فيش؟ نجي معاك غدوة باش تهز الريزولتا نتاع التحليل. بصوا ما كبش معاه. باهي باهي. تبعث لي ديك تبعث لي كنكون نمشي خويا معاك. كيفاش ما لقيتوش؟ فسروا لي باش ولي لي قمودي. والسلعة؟ ما لقينا شيء عنده في الدار. خاطر هزها معاه. ريتو خرج بساك في يده. هاي خلينا نمشي يا بابا، عندي دروس باش نرجعها. ولا تحبني نقعد كان فما هاد اخرى نعاونكم؟ برا برا امشي اغرى على روحك. سامحوني. جيعان عمل لي كسكروت. علاش الكسكروتات توا هاني باش نحط العشاء؟ شنو ها؟ شربان فورة. مالا جو. اسمع اطلب اختك نكلم فيها تليفونها مسكر عيش ولدي. عليك نطلب هنا التليفون باش يتحل. توا تجي تكمل قراية الستة هاني. نعرف، أما ملي خرجت في الصباح حتى في الفطور ما روحتش. نعرف عليها. لما حالها هي راهي تقعد مع أصحابها في ليسي. ويني بنتك شبيه مش عاش؟ مازلت ما جيتش. مازلت مسكرة التليفون. ليه ليه؟ تلقاها مشيت بحدة صاحبتها أمل ذيك القراية. ويظهر لي هي قالت لي وأنا نسيت. يكلمها قولها تروح، ما عادش بكري. علاش خليها؟ زيد ما عنديش تليفون صاحبتها. وأكيد تليفونها طايح من الشارج. البيت البرة ما نحبوش. هذه اخر مره تخليه كي عينها صاحبتها تجي بحذاه. وفاش قام بالمبيت هي قتلت باش بيت بحذاها. اي تنبه عليها ما عادش تعملها المعامله هذي. يا رحمة بنتي
ايه خليكم تفطروا وانا نمشي للمارشي خير. خلينا نفطر قبل. ما تدفع فيا، خلينا نمشي. بنتي رحمة تركي نحب نشوفها. فما حاجة؟ ليه ما فما حد شيء ما يحشي بها؟ لا خاطر رحمة تركي تقرا 9 تروازيام اني ما تقراو 9. أنا مازالوا ما جاوشها؟ مادام قلت لك يقراو 9 ما تعرفش بنتك كيفاش تقرا. سكر تابليتك، سكر تابليتك. صباح الخير سي الأسعد. أهلا. امشي عشبتي امشي 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 باراجراف لونجلي. اي اما والله اخر مره ودخدم وحدك عرفتني فيه لونجلي. استي باهي ذليتني على سطرين. شنو نقراو تو؟ ما تصبحش انت. ديك العاده ديما مضيع. شباهم رحمه قاعده غادي. هي برا برا نمشي. امل. أمل. صباح الخير تاتا. خويني رحمة. نعرفش. مش بيتة بحذيك؟ ليه مش بيتة بحذية؟ بزيت غايبة نهار كان. مش بيتة بحذيك؟ غايبة نهار كان. ولا ويني بنتي؟